تعالى نور اتعمت. بقول لها في نور ايه؟ بعد ما باباها يعني طلعت من اوضه العمليات، كان يوم السبت، كانت بتعمل ايه في العمليات دي؟ ركبوا لها صمام ظاهري فتحوا لنا في جنبها بجنبها الاثنين وفي ظهرها مناره. وبطنها بيقول لي عشان الصمام دوت هيخف ضغط المخ. هيبذل؟ اما هو بذل بذل بدل ما بزل يطلع المخ ينزل في يعني هينزل بقى في اي ميه تتصرف في الصمام ده. تتصرف في تنزل بقى فين؟ في النظام المثانه مثلا، حاجه زي كده. عظيم. تصل في الميه اللي من المخ دي، ما تروحش عليهم. ركبوا لها الصمام وما فقدتش من البنج طول الليل. اول ما صحيت من النوم قالت لي ماما الدنيا سودة يا ماما، انت طافيه النور ليه؟ كان الساعه 8 والشباك قدامنا يعني مترين كده والنهار طالع. قالت ماما شايفه الدنيا سودة يا ماما. بقيت اعيط وصوت، واتصلت على جوزي وقلت له تعالى نور، كان بيخلص جواب عشان العمليه. طب ايه علاقه الصمام اللي ركبته في الشمال واليمين وفي ظهرها عليه؟ الصمام بقى اللي ركب الصمام نزل ضغط المخ، بدل ما كان 47 نزله ل 5 على كلام الدكتور سيد صباح والدكاتره اللي عملوا العمليه. قعدت يومين. طب انتوا وصلتوا لايه؟ قال لي احنا ما وصلناش لحاجه، لما نوصل لحاجه هنقول لك. قعدت يومين الصراخ وتعيط. وبعدين في دكاتره بيجوا، دكاتره الاستشاريه الكبيره جت. بس صراخ وتعيط تقول لك ايه؟ ايه؟ بيصرخ، ما بتاكلش ولا بتشرب، صايم عن كل حاجه، الاكل لا تخبط دماغها في الحيط وتروح تشوف دماغها. والصداع، صداع على طول ليل نهار. يعني الصمام كمان ما نزلش الصداع؟ لا ده صداع، ده الصداع زاد. بقى يعني اولى محاليل في رقبتها وفي دراعاتها، كل شويه اروح للممرضين اقول لهم تعالى شوفوا يدوها اي حاجات عشان الصداع. بقى يدوها برشام صداع، بقى يدوها حقن، يدوها محاليل، بقى يدوها كل يوم 2 سم كورتيزون. بعد يومين شال الصمام. اما اكتشفوا شيل الصمام الدكاتره الاستشاريه الكبيره اللي جت بعد ما ركبوا اقنعوا الدكتور سيد صباح اللي هو الرشوطه بتاعته قدام حضرتك دي، قال له الصمام ده لازم يتشال. هو ما كانش مقتنع ان يتشال. مين اللي ما كانش مقتنع؟ الدكتور اللي وداني. قال لا ده احنا هنسيب منه غرزه ولا اتنين. قال له شيل الصمام. لما شافوا نور بتعيط من الصدوق عند البنت ولازم يتشال، بنت هتموت لو الصمام ده ما اتشالش. شاله بالفعل. رايحين محولين يعني. هي ركبت يوم الاحد العمليه الثلاث شالات الصمام. مستشفى المغربي السبت العمليه الثلاث. طيب تعالوا نتكلم، احنا مش اطباء. على المستشفى المغربي انت شفت بنتك لفه شاشه على عينيها وطالعه من قطع عمليات؟ لا مفيش شاشه. امال العمى كان نتيجه ايه؟ نتيجه خطا البزل. مش عارفين، حتى لما طلعت من اوضه العمليات عينيها خطا البزل، عينها اتغيرت، عينها ورمه والخضار روح. خضار ايه؟ يعني هي عينها خضراء. هي نور عينها خضراء. نور عينها خضراء. طلعت صمت. هم اصلا استغربوا ازاي نور تطلع عينها. اسال الدكتور يقول احنا العين دلوقتي محتارين، مش عارفين ايه اللي عينها انقلبت ليه ولا في ايه. يعني هم بيستغربوا، بيقولوا هي النور كانت داخل عينها خضراء، عينها عملت ليه كده؟ انت معاك صورة ليها؟ انا معايا صور كتير ليها. فهم كان محيرهم لون عينين البنت راح فين؟ لون عينين البنت. لا وازاي ضغط المخ عينيها نزل؟ يعني ورم. طلعت يعني عينها داخلة حلوة طبيعية، انت شفتها في الصورة، والصورة هي يعني من سنة من قبل ما يعني هي عندنا كان في يعني في فرح بنت اخويا وعينيها وبتمشي وتروح وتيجي، يعني كله 15 يوم بس اللي جرى لها دي، لما الدكتور حولنا وعمل لها العملية. عظيم. قعدتوا بعد العمى ده في المستشفى قد ايه؟ قعدنا يعني هي كانت 8 يوم تعمل العملية، احنا قعدنا 20 يوم. 20 يوم في المستشفى؟ قعدنا 20 يوم. أول دخول 19/10 وطلعنا يوم 9/11. 9/11؟9/11. عظيم. طلعتوا بقى انتوا داخلين ببنتكم بعينيها. كل حاجة. طيب وعندكم مشكلة الصداع. طلعتوا بقى نور كان حالتها عاملة ايه؟ طلعت بقى حصل ضمور كامل في عصب العين. يعني لما رحت المستشفى المغربي الدكتور كشف عليها اصلا، بيقول لي ازاي صمام يتركب لبنت وينزل ضغط المخ لخمسه؟ احنا اللي انا اعرفه ان في الطب ان الصمام يتركب للبنت علشان يديها رؤيه، ازاي نظرها يروح وبعد يومين الصمام يتشال؟ لما حسوا ان في خطا طبي الصمام اتشال، شالوه عشان ضغط البنت نزل لخمسه. هو عايز يقولك ان بنتك ما كانش ضغطها 47؟ لا نزل بقى 5. هو هم اللي خلوهم شالوه ان ضغط المخ نزل بقى 5. بقى 5 بدليل ان هو حصل زي نظام جفاف عندها. الجفاف دوت كل يوم قولي لي عندنا مستشفى الاندلس، شرب لها 2 كيلو ميه، يا ريت لي الميه. مستشفى الفيروز عندنا في الزقازيق جالها جفاف في المستشفى، كل شويه على جالها حاجه. جالها جفاف وهي كانت خاسه كده طول الوقت؟ لا ده هم كانوا ده هي كده تخين، ده كده تخين، هي كانت ضعيفه خالص. صور المستشفى مع بابا. نور خست من الكورتيزون كان في المستشفى. الكورتيزون بيتخن بينفخ. ما خدتها 7 ايام.
كان كل يوم بدوها 2 سم. يعني هي كده كويسه. لا ده كده جت في المستشفى ما فيش خالص ضايع خالص. خدت نور جريت بيها رحت على فين؟ رحت الدكتور تاني تكشف على عصب العين. ده قال لي ده الدكتور اصلا اول مره اشوف دكتور بيعيط على حاله. والله العظيم ثلاث اول مره اشوف دكتور بيعيط على حاله. وجواهم الانسانيات عاليه.